غياب استراتيجية الواقعية لمعالجة مشكلات البلد. ربما هي ليست في النوايا عملية الإخلال بالوعود أو الانقلاب على التحالفات، لكن ما نلاحظه سيدتي الكريمة هو غياب استراتيجية واقعية لمعالجة مشكلات البلد. نحن نعم. نسير على رؤى أحيانا ارتجالية أو عشوائية، بمعنى أننا أحيانا في الأداء الحكومي وحتى في الأداء البرلماني المشكلة هي من يفرض علينا نوع الحلول وليس العكس، بمعنى أنه إحنا لا نمتلك نوع من الرؤى المسبقة لتشخيص الأزمات ووضع مجموعة من الحلول الاستراتيجية، وإنما تبقى المشكلة ندور في رحاها فهي تفرض علينا حلا آنيا أو حلا عشوائيا. فبالتالي طبيعة الحلول حتى المشاكل الشخصية حتى المشاكل الأسرية عندما يعني تعطي المشكلة حلا فهي تحمل في داخلها مشكلة أخرى. أنا أرى غياب الاستراتيجية الواقعية والحقيقية لدى الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة الإطار هو الذي جعل هذه الأزمات هي مجموعة من المشكلات المستديمة في الواقع السياسي العراقي. طيب من